قبل 4 سنوات زرت ايسلندا لاني كنت بروحي وما اعرف شيء، فاشتركت مع بعض الشركات عشان يوصلوا لي الى الاماكن السياحيه. بس بهالرحله اجرنا بيت متنقل. طبعا ما في تذاكر دايركت من الخليج، فسافرت الى باريس، ومن باريس حجزت تذكره الى ايسلندا. التذاكر جدا غاليه لان موسم الصيف في ايسلندا قصير جدا، واليوم كله يكون بس شمس وما في ليل. سعر التذكره هذه $580. وصلت المطار ولقيت الشركة اللي أجرت منهم الفان، خذوني للمكتب مع مجموعة من الناس اللي مأجرين سيارات منهم. هذا اسم الشركة والرابط تحت بالدسكريبشن. هاي جايز، شلونكم؟ شوفوا وين وصلت، البيتي لمدة 10 أيام. تخيلوا هذا بيتنا 10 أيام الجاية، أنا وأحمد وحتين. الوضع جدا مخيف غريب، يعني أول مرة أسوق سيارة بهالحجم، عبارة عن باص، بس صراحة سياقتها سهلة سوفار. السيارة اللي قاعد أسوقها الحين جدا سهلة، بس هو شعور التوتر إن دولة جديدة أول مرة أسوق فيها. الدولة هذه دولة يعني جبال، لغتهم مو إنجليزية، فهذه هذه التفاصيل الصغيرة اللي موترتني. وصلت قبل الشباب واستلمت سيارة أول مرة أسوقها اللي هي تقريبا باص. هي غرفتنا الحين. سويت، شوفوا، سويت الطاولة، راح نطبخ، راح اسوي باستا. جماعه حد متحمس. المهم بنزل الحين، بروح داخل المطار انطر حسين، لان حسين الحين جاي من امستردام، وننطر احمد عزيز راح يجي من كوبنهاجن، بس احمد باكر يوصل. فاليوم انا وحسين راح ننام بالسياره. وين؟ يمكن يم البركان، لان اليوم لازم نزور البركان. ما ادري ليش بس حسيت انه لازم نزوره، يا هو يا نروح نشوف الحيتان. وناسه والله بحط صور صورتها قبل عن الحيتان. هذول الصور اللي قاعد تشوفونها الحين هذه اللي صورتها برحلتي اللي طافت، بس ما كانت عندي اي معلومة عن الدولة. يعني اتمنى ما تنسون لايك وسبسكرايب، خلونا نستمتع بالرحلة العجيبة. خلوني اخذكم بتور الى بيتنا وبنفس الوقت سيارتنا. سو هذه السيارة هي راح تكون البيت، وبنفس الوقت اللي راح توصلنا كل مكان. في عندنا هني ستاير بهذا الشكل، عندنا هني طاولة وقعدات درايش. طبعا هني عندنا هذه الثلاجة مثل ما قاعد تشوفون، وهني عندنا كبت نحط فيه الأغراض والأكل مثلا، كل الأغراض. هذه الشولة، ما أدري شو تسمونها صراحة، احنا نسميها شولة اللي نطبخ عليها. وهذا داخله في الجلاسات والسوالف هذه. وهني عندنا الشحن، فالشحن شلون طريقته؟ انه نوصل عند اي كامب سايت، نفتح هذه، والله ما اكسرها، شلون طريقتها؟ ايوه، نفتح هذه وناخذ هذا الشيء في واير داخل، نحطه هني ونعلقه باي مكان بالمصافط. وبعد ما نسوي هذا الشيء خلاص يصير عندنا شحن كل وقت. وهذا الصوب لما نفتح الباب يصير عندنا هني شنو؟ هني عندنا الطاولة اللي نقدر نحطها برا هني مثلا بالاماكن الحلوة كذي، ونقعد ونطبخ ونسوي اغراضنا وكل شيء. هني عندنا هذا نعبي ماي ونقدر نشرب منه ونغسل وجيهنا الصبح والسوالف هذه. وهني عندنا شيئين، هذا الشيء وهذا هيتر اللي هو الدفاية. هذا يقول لك اذا مثلا خرب او شيء عندكم سبير ثاني حق هذا الشيء. شفتوا شلون؟ وبهذا الشكل هذا بيتنا. والسيارة من داخل مثل ما قاعد تشوفون جدا سهلة حق 3 أشخاص، أنا وحسين وأحمد. وبهذا الشكل نكون خالصين. أتمنى أشتري واير حق نشحن فيه اللابتوب والسوالف هذه هني، وخلاص كل شيء تمام. شو رأيكم؟ توقعون متعة ولا مو متعة؟ ولا منو؟ ولا حسين؟ قاعد يدور قاعد حسو. أهلاً. أول ما وصل حسين اتجهنا على طول إلى منطقة ريكافيك. منطقة ريكافيك هي عاصمة آيسلند وأقرب منطقة للمطار. شوفوا الجمال، عجيبة 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 المدينة، كلها في مطاعم ومحلات، ناس وعالم، جميلة جدا. لو تطلعون من هنا 10 دقائق بس راح تشوفون كله جبال وشي ما في ناس، فعجيبة. أحب هالمدينة بالرسمات. شنو وجهة نظرك حسون؟ وايد حلوة وايد غير. آيسلند من الدول الغريبة جدا بخصوص الجو، عادي مطر، عادي شمس، عادي غيم، بس ادري ان كثير من الدول كذي نفس الطريقة، بس ايسلندا غريبة حيل، يعني كل 5 دقائق يختلف الجو 180 درجة. شوف شلون مثلا البيوت القديمة مخلينها ودامجين معاها الاشياء الارت. اتوقع هذا شارع الكنيسة؟ I think so. اي كاهو. شوفوا من اشهر الشوارع هذا، شوفون هذه الكنيسة اللي ورا.
وصلنا الأول كامب سايت، المكان اللي راح ننام فيه، بس حاولنا ندش ما خلونا ندش ما أدري ليش. فهني صفطنا ونشوف شنو المعلومات اللي نحتاج نعرفها. كالطريقة كذي إن الناس يصفطون بأي مكان وتنامون شوي بالسيارة، عرفتوا؟ فبنروح ندور الحين هناك إن شلون ندفع ونسكن هني. يعني الفيديوهات اللي شفتها باليوتيوب يقولون إن الواحد يدفع تقريبا من 10 إلى $15، يعني 3 دنانير 4 دنانير، بس قالوا إن في بعضهم تدشون وتحجزون تدفعون، أو وانتوا طالعين تدفعون. الحين ما قاعد نشوف ولا مكتب إن نقدر ندفع. شوف الناس كذي خيام ترى عادي كنا ها في أحد طلع من بيتهم. It says we have to do it online, right? Yes, but we don't have Wi-Fi. I have a Wi-Fi. Oh, you if you, Wi-Fi? Yeah. Okay, maybe I'm gonna come over there. Yes, sure. This is the white car. Okay, جماعة لقينا الويبسايت مالهم داخل جوجل ماب. هني كاتبين book now, book your stay. إيه. بس خلنا نشوف شنو الكتير اللي. Welcome here. اليوم من 4 إلى 5. Number of people 2. Yes. Book multiple no. Small camper not available. To 5 meters. Oh. Nothing available. Okay. دقينا عليهم قالوا كل شيء محجوز، لازم تحجزون من اليوم حق بعد 5 أيام 6 أيام قدام in advance. فشكله راح ننام بالشارع. يصير ننام بالشارع. ندور مكان إن على منا خربانة السيارة شو نسوي بعد؟ Hi guys. صباحكم الله بالخير. شعور جدا جميل. نمت 5 ساعات وقعدت. حسين الحين الساعة 6:30 تقريبا الصبح. عندي شعور كذي يعني ودي أقوم وأروح أشوف الأماكن الطبيعية، بس ما أقدر أنام وأنا يمي هني في بركان يعني قريب تقريبا 10 دقايق وأنا نايم. كل شوي كذي أقعد لي ها الحين نروح ولا لا. Let's go let's go. Look up above. Sunlight seems like it is gonna break in. دفينا دفينا يا الربع دفينا. أخيرا لبس له الجاكيت. عندي هناك الجاكيت الأصفر بعد. Oh, something may rain. Something may rain. وصلنا هذا الكافيه بنص السفي عشان نشرب قهوة طبعا. وبعدها بروح الى محل اشتري منه الووتر بروف باند، جيب برون يكون ضد الماء لانه مهم جدا في ايسلند. ف خلنا نتريق ونروح. وصل هذا ريوقي، نوعين من التشيز. حسين طلب طبعا كالعاده اشياء صحيه. سالمون بس في سمك داخل مو مطبوخ. لازم اخربها عرفت مو مطبوخ. خلصنا بريكفاست ورايحين الحين الى شو اسمه ايس وير. اسمه وايد حلو. ايس وير ووتر بروف بانت راح يساعدكم ضد الماي ضد السوالف الشلالات هذا كله. راح تتغرقون ماي هني راح تتغرقون مطر تقريبا اغلب الوقت. خذيت هذا. هذا شكله حلو. Hello. Can I take this one please? Yeah, of course. So I took this one and they have the yellow jacket. وصلنا الكامب سايت الثاني. بهذا الوقت كنت جدا مستمتع وقاعد أبحث عن الأماكن القريبة منه، وبنفس الوقت قاعد أعيش الحلم أني نايب مكان قريب من البركان وقاعد أستمتع بكل لحظة. فالحين جهزنا كل شغلنا وجاهزين أن نروح للبركان. وصلنا منطقة البركان، بس للأسف ما كان في بركان نشط. ما أدري إذا أقدر أقول للأسف أو لا. المهم إنه ما كان في بركان نشط، كان في بقايا من البركان القديم اللي هو قبل تقريبا سنة أو سنة ونص. وهذه بعض اللقطات اللي لقيتها بالإنترنت عشان أبين لكم شنو البركان أو شنو كان وشنو صار. وإحنا الحين فوق البركان. فوق الشيء هذا الرهيب اللي كان كله نار. شم ريحة؟ ريحة حرق والله. ها؟ شوف الدخان اللي هناك. احنا الحين فوق
الشيء هذا اللي كان نار قبل كم يوم. والله يستر. سبحان الله، شوفوا يا جماعة شيء غريب. واو شوف الدخان، ريحة كذي نار حرق. واو شوف الدخان. اه واضح ولا مو واضح؟ شوف سبحان الله، هذا حد حار. هذه الاشياء اللي ممنوع نسويها. حاب اشكر احمد وحسين لان ساعدوني وتحملوني في هذه السفرة، شكرا لكم شباب. هذا اول يومين من رحلتنا الى ايسلند، كنا ننطر الشباب وباشر يوصل احمد. بالفيديو الجاي ان شاء الله راح تشوفون الاماكن الخيالية اللي زرناها، هذا ولا شيء من اللي راح تشوفونه. شكرا على دعمكم المستمر، نشوفكم بالفيديو القادم.